وبيدك الخير كله وإليك أرجع الأمر كله، علانيته وسره لك الحمد، إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام وجيه الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار، ومظهر الأنوار، ومركز مدار الجلال، وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا، وأقل عثراتنا، وأذل حزننا وغمنا وكلنا، وخذنا إليك منا، وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا بأنفسنا محجوبين ولا بحسنا محجوبين، واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المالكي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونسأل الله ألا يفتنا بعده ولا يحرمنا أجره ويغفر لنا وله. ما زلنا في الأوجه التي يذكرها المصنف حول حديث بدء الوحي، وهو الحديث الأول في الكتاب، فيقول: الوجه الثالث والأربعون، فيه دليل على جواز الحكم بالعادة، لأن سيدتنا خديجة حكمت أن الرسول أن ربنا لا يخزي نبينا أبدا، لما أخبرها حكمت بناء عليه على العادة، لأن من فطر على أعمال الخير لا يضره الله أبدا ويتم عليه النعمة. فقالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. طب هي حكمت على هذا إيه؟ بناء على العادة، العادة المستقرة. إحنا مثلا نقول: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. العادة المستقرة أن كل واحد يحاول يعمل مقلب في إنسان ربنا يشربه من نوعه، العادة كده مستقرة. وربنا قايل في القرآن: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، مش كده برضه؟ فدي أشياء عادات مستقرة وجدها الناس على مر العصور أن الله يحكم بها، لأن الله له الخلق والأمر، وأنت بتشوف الخلق بيحصل فيه إيه، وده فعل الله في العباد. فالناس مثلا يقول لك: عمر الكريم ما ينضام، جربه الحكاية دي. ومثلا يقول لك إن المال الحرام ربنا ما يباركش فيه أبدا، لأن جربوا شافوا كل الناس اللي كسبت أموال حرام، عمرهم ما شافوا مثلا واحد كسب أمواله من الرشوة أو من تجارة المخدرات أو من أي وسيلة من وسائل الحرام، وبعدين ربنا بارك له في عافيته أو في ماله أو في ذريته. وجدوا ذلك على مر العصور، فعرفوا كده إن المال الحرام ربنا ما يباركش فيه. كل دي إيه؟ حكم بمقتضى العادة. يعني الناس تحكم بمقتضى عادتها. فسيدتنا خديجة برضه حكمت في المسألة أن النبي ربنا لا يخزيه أبدا، حتى قبل أن تعرف نبوته على اليقين. ليه؟ لأن العادة أن اللي فيه الخصال الحميدة اللي في النبي دي وفطر عليها لا يخزى، ولا يعني يذله الله بين الخلائق، ولا يجعله عبرة للناس أبدا. ولذا فيه دليل على جواز الحكم بالعادة، لكن ذلك بشرط يشترط ثم فيها، وهو ألا يقع بذلك خلل في الأمر والنهي،
لأن خديجة رضي الله عنها حكمت بما أجرى الله من عادته في من دعته، ولم يعارض ذلك شيء مما ذكرناه. إن النبي ترك عادة الخير يعني، لكن كان مستمرا عليه. يعارضه إن الإنسان يبقى مرتب فعل خيرات ثم يقطعها، فإذا قطعها قطع الله عنه مدد الستر ومدد العطاء، مش كده برضه؟ فكلما أعطيت أعطاك الله، وكلما رحمت رحمك الله، وكلما عذرت عذرك الله، وكلما عفوت عفى عنك الله. فهي المسألة هكذا، كلما عملت الخلق بالطريقة الله التي يعاملك بنفس الطريقة التي تعامل بها الخلق. قاعد للناس على الوحدة وتحاسبهم وتقبلش عذرهم، خلاص ربك هيعود لك على الوحدة وهيقسمك سهلة، ولو قعد لك على الوحدة مش هتستحمل. فأنت كمان ما تقعدش على الناس على الوحدة بقى، يقوم ربك يعدي لك. يعني عدي شوية حاجات، يقوم ربك يعدي لك البلاوي اللي بتعملها، ومحدش فينا معصوم، كلنا مليانين مشاكل، مش كده برضه؟ لكن أنت قاعد على كل واحد على الوحدة، يا ساتر، وعامل لكل واحد دوسيه، حافظ له مساوئه، علشان وقت الشدة تذله بيه. ما ينفعش الطريقة دي. أولا ربك هيعاملك بنفس الطريقة. لكن لما تبقى تعفو وتصفح وتغفر، ولما يبقى عندك حتى القدرة تعفو. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إيه يوم فتح مكة؟ ماذا أنت بيقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قطعوا رحم النبي، وكفروا بدعوته، وعذبوا أتباعه، وحاربوا أكثر من مرة، وقتلوا أحبابه، منهم عمه سيدنا الحمزة، وقتلوا كل من تبعه، يعني عملوا عمل ما فيش، وأعطوا الجوائز لمن يأتيهم برأس النبي ليقتله. كل ده عملوا هم قرايبه. وبالرغم من ذلك لما تمكن منهم صلى الله عليه وسلم وما زالوا على الكفر، فبيقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ تفتكروا هعمل ايه؟ ما هو لو قطعهم تقطيع يبقى عنده حق، بل ربنا سبحانه وتعالى أباح له مكة ساعة من النهار يقتل فيها اللي هو عايزه. شوف قد ايه، أباح له مكة ولم تبح لأحد منذ خلق الله السماوات والأرض وإلى أن تقوم الساعة، لم يبحها لأحد إلا لنبينا ساعة من النهار، عشان يعني يفعل ما شاء. فلما قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم ليتزلفوا له بقى، فقام قال لهم إيه؟ لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني أنا كمان مش هلومكم، مش هقول لكم أنتوا عملتوا إيه، ولا حتى هعدد مساويكم، ده أنا هعفو عنكم عفو جميل. أنتوا أدرى أنتوا عملتوا فيا إيه، لكن أنا مش هفكركم أنتوا عملتوا فيا إيه. شوف جمال النبي وجمال عفوه. وعلشان كده لما كان على أعلى درجات العفو كان الله معه على أعلى درجات العطاء والفضل. هكذا الله مع خلقه، يحب أن يكون مع خلقه ذو فضل، يحب أن يكون مع خلقه ذو ود، يحب أن يكون مع خلقه ذو لطف، يحب أن يكون مع خلقه ذو رحمة. فكذلك إذا عملت خلق الله بهذه الأخلاق عملك الله بها وبأكثر منها بما يليق به سبحانه وتعالى. هي العادة كده. الوجه الرابع والأربعون فيه دليل على أن للمرء أن يحلف على عادة أجرها الله عز وجل لعباده، لأن سيدتنا خديجة رضي الله عنها حلفت على ما تقدم ذكره، قالت له والله لا يخزيك الله، حلف ده. يبقى يجوز أنك أنت تحلف على العادة المستقرة، وإن كان ربك قد إيه؟ قد يخرق العادة المستقرة، لكن ممكن تقول والله إن النار تحرق من يمسها. مثلا، مع انها ما حرقتش سيدنا ابراهيم، كان بردا وسلاما على سيدنا ابراهيم وعلى بعض الصحابه وعلى بعض الاولياء، حصلت لهم نوع من خوارق العاده، لكن العاده المستقره ان النار تحرق من يمسها، فلك ان تحلف على العاده المستقره ولا تكون حانث لوجود الاستثناء، فتقول والله الماء يغرق، من غطس تحت الماء والله يغرق، يغرقه الله. طيب ما هو سيدنا موسى مشي والميه حواليه كده اهو وما غرقتوش، يبقى العاده المستقره لك ان تحلف عليها ولا عبره بالاستثناء، لان الفقهاء قالوا النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، لما تبقى حاجه نادره ما لهاش حكم، خلاص دي بقى فعل الله عشان يبين ان الله فاعل في الاشياء، لكن لك ان تحلف على العاده المستقره. يعني ممكن تقول والله عمر الكريم ما ينضام، كويس، تحلف كده على عادة مستقرة. الوجه الخامس والأربعون فيه دليل على أن المرء إذا أصابه أمر مهم فلو أن يحدث بذلك أهله ومن يعتقدوه من أصحابه إذا كانوا ذوي دين ونظر،
يعني لما يحصل لك حاجة تروح تسأل أحبابك وتاخد رأي أهلك وتاخد رأي الناس اللي يهمهم مصلحتك. لأن لما حصل للنبي اللي حصل راح فين؟ قال لستنا خديجة، وستنا خديجة طمأنته، ثم بعد ذلك ذهبت لمن هو أخبر منها بمثل هذه الأشياء اللي هو ورقة بن نوفل. يبقى إيه دل ذلك على إن الإنسان لما تحصل له حاجة ما يكتماش عن أهله، لا برضه ياخد رأي أهله، يمكن يكون لهم نظرة أخرى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن وقع له ما وقع حدث به خديجة رضي الله عنها، وهي في الدين والنظر السديد والعقل الرشيد بحيث لا يخفى. الوجه السادس والأربعون فيه دليل على أن من ادعى شيئا فعليه أن يأتي بالدليل على صدق دعواه، وإن كانت تشهد له أدلة على مقالته وله ما يستدل به زائدا على تلك الأدلة فليأتي به أولا ليقوي ما ادعاه وإن كان صادقا في نفسه مصدقا عند غيره. لأن خديجة رضي الله عنها كانت في الصدق والتحري حيث كانت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تصديقها حيث كان على ما تقرر من أحوالهم وعلم. ولكن بعد ذلك كله لما أن قالت للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما يخزيك الله أبدا، لم تقتصر على ما ادعته حتى أتت له بالأدلة التي هي سبب ما أخبرت به من محامده عليه السلام ومآثره، ثم لم تقنعها تلك الأدلة حتى ذهبت معه إلى ورقة نصرة لدعوتها حتى أثبتت ما ادعته بغير شك ولا احتمال. يبقى لما تيجي تقول أمر من الأمور عليك أن تأتي بالدليل على هذا الأمر حتى تطمئن السامع، ولا تكتفي بصدقك عنده وثقته فيك، ولكن أيضا تأتيه بكل ما عندك من أدلة حتى تزيل كل لبس منه. وهذا ما حدث مع السيدة خديجة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على أن الوجه السابع والأربعون فيه دليل على أن المرء إذا وقع له واقع أن يسأل عنه أهل العلم والنهى، النهى يعني العقل، أن يسأل عنه أهل العلم والنهى. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أن وقع له ما وقع ذهب إلى ورقة الذي هو أعلم أهل زمانه وأفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الواحد ياخد رأي إيه؟ الخبراء في المسألة دي. فالمسألة دي متعلقة بأمور غيبية، بأمور خارجة عن الطبيعة، يبقى أهل الديانات هم اللي يعرفوا فيها، لأن أهل الديانات هم اللي يعرفوا في الأمور الغيبية الغير محسوسة أكثر من غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علشان كده وافق سيدتنا خديجة إن هم يروحوا لورقة ابن نوفل، لأنه عالم بالأديان السابقة السماوية، وإن هو يجيد اللغات الأخرى ويقرأ ويكتب واطلع على كتب كثيرة وقرأ فيها. ليس معنى ذلك أن ورقة أعلم من النبي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أنك تذهب لأهل الخبرة. والنبي ذهب مع سيدتنا خديجة أولا لا ليطمئن نفسه، بل ليطمئن سيدتنا خديجة عليه، لأن سيدتنا خديجة أرادت أن تطمئن على زوجها ما أصابه. فذهبت إلى الخبير، ذهبت إلى طبيب يعلم مثل هذه الأشياء والأدواء. لكن النبي كان يعلم أنه وحي، ولكن ذهب مع سيدتنا خديجة لتطمئن سيدتنا خديجة على زوجها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمتحنها، فلا بأس أن يذهب، ويذهب لمن هو دونه في العلم وهو سيدنا ورقة بن نوفل، وإن كان هو أعلم أهل زمانه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثامن والأربعون فيه دليل على جواز خروج المرأة مع زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع خديجة رضي الله عنها إلى ورقة، وقد روي عنه عليه السلام أنه خرج مع عياله بليل، عياله يعني زوجاته. حتى الناس لحد دلوقتي في بعض الأرياف يقول لك أنا خارج مع العيال، مش كده برضه في بعض الأرياف مصر يقصد مراته يعني، لأن هي برضه هو بيعولها، مش كده برضه تبقى عيال، ما هي مراته هو يعولها، فهي برضه لغة صحيحة. وساعات يقول لك انا هخرج مع الولاد يقصد مراته يعني ام الولاد، بس علشان يعني مش عايز يقول ايه ام الولاد ولا حاجه، علشان يعني طبائعهم في طبائع في القبائل كده يعتبروا ان المراه يعني عوره لا تذكر حتى ولو تلميحا ولا تصريحا، في طبائع كده. وان كان الاسلام لم ياتي بمثل هذه الاشياء اصلا، لان المراه كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تخرج حتى معه في الغزوات، وكانت لها ذمه ماليه منفصله، وكانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتستفتي أمام الرجال، وكانت تصلي خلف الرجال بدون حائل ولا ساتر، كل ذلك كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عادات الناس تحترم على أي حال، رحت أنت في بعض البلاد لقيت عاداتهم كده خلاص. يعني مثلا أنا كنت
سافرت مرة زمان باكستان، واتقابلنا مع بعض الناس اللي عايشين في القبائل اللي على الحدود، ناس كده زي ما تقول انت الناس اللي عايشين في صعيد مصر، ما يعرفوش حاجة خالص عن الدنيا، يمكن ما يعرفوش ان الثورة قامت لسه، فاهمين ان الملك فاروق لسه هو اللي بيحكم مصر بس، فما يعرفوش حاجة. وان كان النوعية دي دلوقتي بقت نادرة، لان الحمد لله التلفزيون وصل كل حتة يعني، والناس بقت منورة خالص. لكن على اي حال في بعض القبائل تلاقيها مقفولة كده، عندها عادات غريبة. فالمهم لما رحنا اتعرضت علينا حالة واحدة ست من القبائل دي مكسورة، عندها كسر في عظمة الفخذ، وبقى لها 3 ايام مش عايزين يودوها للدكتور، وكل ما يقربوا لها الست بقت تتبول وتتبرز على نفسها لان مش قادره توقف، وكل ما يقربوا لها ينظفوها اختها ولا امها تصوت لان رجع لها مكسور، فبقوا سايلينها كده لما بقت حاجه صعبه قوي، هتخش في قرح فراش وتخش في تسلخات، وجايبينها بقى ملبسينها خيمه كده كتله سوداء جايبينها علشان فاكرين ان الفوق بتاعنا فيه طبيبات، فلما لقوا ان مفيش طبيبات ده كلهم رجاله، قعدوا بقى مش عايزين يخلوا حد فينا يقرب حتى للست يعمل لها كبيره، ولا حتى يركب لها قسطره بول ولا يعمل لها اي حاجه خالص. نقعد نكلم الراجل اللي هو اللي بيترجم بيننا وبينهم، نفهمه خطوره الموقف، ويروح يخرج يقعد يكلمهم بالربع ساعه حوارات وهم يرفضوا، يرجع تاني يقول رافضين، نقول له يا سيدي الله يتحايل عليهم تاني، يطلع يقعد ربع ساعه ويرجع برضه رافضين. عادات عجيبه، يقول لك اصل احنا كده، هو الاسلام ما قالش كده. وخدوها ومشي، خدوها ومشي، تصدق بكده اهو، واكيد ماتت بعد كده. فهل الاسلام قال كده بقى ان الواحد يسيب الناس تهلك علشان مش عارف؟ يقول لك اصل دي عرضنا، وازاي احنا نكشف المراه امام رجل اجنبي؟ تكشف بما دي محتاج. وعشان كده اباح الفقه الاسلامي نظر الطبيب، ونص ذلك جميع الفقهاء، قالوا نظر الفجاءه ونظر الطبيب. نظر الفجاءه يعني واحده بتستحمى وقلع هدومها وتصوت عشان هتتحرق، يخش الرجاله ينقذوها من الحريق ولو عريانه هي خالص، شوف قد ايه كمان، مش يسيبوها تتحرق يقول لك اصل انا هدخل بقى انقذها وهي عريانه كده لا سمح الله، اشوفها ده هتموت، ادخل الاول انقذها. شوف الشرع اباح كده، اباح الحاجات دي، يقول لك نظر الفجاءه لانها مضطر في الحالات دي، وكذلك نظر الطبيب. نقول لهم كده يا جماعه مسلمين، وكل واحد ده قد كده اللي هم جايبين مع الست دي والقبيله اللي هم الكبراء بتوعهم، ولا كانك بتكلم حيطه. وبعدين واحد منهم منور كده شويه يعني ومتعلم شويه، جاب لنا عينه بعد يومين كده عندها كحه والزار عندها نازله يعني شعابيه شديده ويمكن التهاب رئوي، فعايزين بس نحط السماعه نسمع بس الهواء داخل على الرئتين كويس ولا هتحتاج اكسجين ولا مش عايزين، بس نحط السماعه بس كده، شغلها حوارات عشان بس يقبل اننا نحط السماعه. وبعدين في الاخر بعد حوارات قلت له هقول لك حاجه، انا هديك السماعه وحطها من تحت الهدوم واشاور لك انا من فوق كده، حطها لي هنا، حطها لي. والله عمل كده، وافق اخيرا، وبقى هو يحطها لي من تحت الهدوم وانا اشاور له هنا وهنا وكده. فتصرفات غريبه، الاسلام لم ياتي بمثل هذه الاشياء العجيبه، واخد بالك؟ ان المراه دي ما تخرجش الا 3 خروجات بس، مره من رحم امها، ومره من بيت ابوها لبيت جوزها، والمره الثالثه على التربه لما تموت. ما قالش كده الاسلام ابدا، عمر ما الدين قال كده. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع زوجاته، وكان النساء تخرج معه حتى لتمريض المرضى في الغزوات. ومعروف ان الصحابيات كانت بتصلي خلف الرجال، حتى ان الرسول لما كان يصلي ويحب الاطاله في الصلاه يقوم يسمع بكاء الصبي، يعمل ايه؟ يقوم ياثر الصلاه رحمه بايه؟ بقلب الام حتى لا تفتن. دليل ان الامهات كانوا بيجيبوا عيالهم الصغيرين ويسيبوهم جنبهم ويقفوا في الصفوف يصلوا خلف النبي، وما كانوش عاملين ستاره ولا دروه ولا الكلام اللي بيعملوه ده مثلا. كل ده علشان تعرف ان الاسلام حاجه وعادات الناس دي حاجه ثانيه، ويلصقوها بالاسلام، دي مساله مختلفه. فالمهم هنا بيقول لك فيه دليل على جواز خروج المراه مع زوجها، لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع خديجه رضي الله عنها الى ورقه، وقد روي عنه عليه السلام انه خرج مع عياله بليل بعد الرساله، يعني بعد الرساله كمان. اصل ممكن يقول لك اصله خرج مع خديجه قبل نزول التشريع، ويجي لك واحد بقى كده ايه متمسك بحكايه ان المراه ما تخرجش الا على القبر على طول، يقول لك اصل ده خرج مع ستنا خديجه بس كان قبل التشريع، نقول له لا ده خرج كمان مع عياله ومع زوجاته
بعد التشريق. هو مش غزوة بني المصطلق مش كانت معاه ستنا عائشة لما انفرط عقدها وبعدين جاء حادثة الإفك؟ طب ما كان معاه ستنا عائشة خرج معاه في الحرب، خد مراته في الحرب في غزوة في أكتر من حرب، فيبقى مش هياخدها معاه ويعمل زيارة؟ فيبقى الحكاية سهلة. لكن على أي حال بيقول لك وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج مع عياله بليل بعد الرسالة فلقيه بعض الصحابة فقال لهم إنهم إنها سفينتي، برضو دي كناية في لغة العرب عن الزوجة يعني سفينة. أه؟ كاتبها سفينة، هي صفية أحسن، هي برضو صفية أحسن، لكن هي برضو لغة العرب واسعة، ممكن يقصد سفينتي زوجتي، لكن هي صفية، لأن الرواية كانت اللي معاه ستنا صفية وجات له في معتكفه في العشر الأواخر من رمضان وكان في معتكف، فجاءته تزوره ليلا ثم خرج يوصلها في الليل في طرقات المدينة، فلقيه بعض الصحابة فاستخبوا، قال يعني شافوا الرسول بقى ماشي مع واحدة ست بقى فبيستخبوا، قال يعني فقال على رسلكما إنها صفية. فقالوا سبحان الله، أفيك أنا أشك يا رسول الله؟ وإحنا هنشك فيك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لا أحسن يجي لكم كده في يوم من الأيام تقولوا الشيطان، في يوم من الأيام تقولوا آه إحنا شفنا في يوم من الأيام النبي ماشي مع واحدة ست بالليل. فيقوم بينزع دي منه. شفت الرسول عارف عارف إزاي يربي الناس. وعلشان كده دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعشان كده ما تركبش واحدة ست في عربيتك توصلها لما تبقى معاك في الشغل، لأن ده برضه ريبة. الناس هيلاقوها جنبك كل يوم رايح جاي الشغل، هيقولوا دي مين؟ هيقولوا يا إما مراته، لو مش مراته هيقولوا عليها رفقته، يبقى جبت لنفسك كلام سيء. وبعدين يسألوا عليها تطلع متجوزة، يقوموا يتصلوا بجوزها على المحمول ويبعتوا له مسج ويقولوا له الحق ده مراتك بتمشي مع راجل كل يوم بالليل، عملت مشاكل. صح ولا لا؟ خليها تقف على محطة الأتوبيس مش مشكلة. أحسن ما تركب معاك. يبقى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث جميل. أي حاجة فيها ريبة أنت ما تقبلش إن بنتك مثلا يوصلها زميلها اللي في الجامعة رايح جاي كل يوم في عربيته، لكن قد تقبل إنها تروح في التاكسي وتيجي في تاكسي، لكن ما تقبلش إنها تروح مع زميلها، مش كده برضه؟ فما لا تقبله لأهلك لا تقبله للناس، يعني عامل الناس زي ما تحب إنك أنت تتعامل، لأن أعراض الناس برضه غالية عليهم زي ما عرضك غالي عليك. وإحنا قايلين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ انه من تجسس على مسلم فضحه الله في قعر داره. شوف قد ايه؟ فالحكايه كده، الواحد استمرار يستر المسلمين، من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والاخره. يعامل المسلمين كما يحب ان يعامل، بل يعامل الخلق جميعا بالرحمه كما يحب ان يعامل. هكذا هو ديننا. فقال لهم إنها صفية لكن ذلك بشرط يشترط، وهو أن يكون فيما أباحته الشريعة على ما تقتضي الشريعة من الستر وغير ذلك. يعني طبعا يخرج مع مراته مش وهي متمكيجة بقى ومبينة شعرها ولابسة استريتش وبادي والكلام ده، ولا أصل النبي خرج مع أهله، لا خرج مع أهله بس التانيين كانوا مستورين مش ماشيين بقى لابسة بدلة الرأس ويأخذها على الكازينو ويقول لك أصل يجوز الخروج مع، ما ينفعش. يبقى لو خرج يخرج مع ايه؟ مع مراعاة احكام الشريعة في ان المرأة لا تظهر بدنها ولا تظهر مفاتنها، وانها تمشي مشية ليست فيها تبرج ولا ابداء زينة ولا تضع رائحة لها طيب له رائحة يشمها الناس، لان طيب المرأة هو ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه. يعني الرجل ما ينفعش يحط احمر وابيض، مش كده برضه؟ لأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، يبقى ملوش لون. وطيب المرأة بالعكس، ما ظهر لونه وخفي ريحه، لأن لونه هيبقى على جسمها وهي مغطية جسمها، فمحدش هيشوفه غير إيه أهلها. لكن الريحة بتخرج خارجها، فممكن تشمها الناس تقوم ده يبقى مسار إيه سبب إنهم يبصوا الريحة دي جاية منين؟ يقوم يتحققوا ويقوم يحصل المكروه. وعلشان كده بيقول لو خرج الرجل مع اهله يخرج مع ايه؟ مع مراعاة اداب الشريعة المعروفة.
الوجه 49 فيه دليل على أن من وصف امرأة فلا يزيد على ما فيه من الصفات الحميدة شيئا، لأن خديجة رضي الله عنها أخبرت عن ورقة بما كان فيه من المحامد ولم تزد عليها. يعني الواحد ما يبالغش في إيه؟ في مدح الناس، تقول الواقع وخلاص. يعني مثلا قابلتنا أنا تقول الدكتور يسري شغلته إيه؟ جراح. لكن مفيش داعي تقول الدكتور يسري أحسن جراح. ليه؟ مين قال لك إن أحسن جراح بقى؟ عملت مسابقة وطلعت أنا الأحسن؟ شغلة ملهاش لازمة، صح ولا لأ؟ قول فلان المهندس، لكن ما تقولش فلان المهندس المتميز أفضل مهندس في منطقة المقطم ومصر الجديدة والدائرة، ما ينفعش. هو أنت يعني عملت أنت يعني إحصائية؟ المبالغة دي أصلها لا تخلو من الكذب، المبالغة لا تخلو من الكذب. أنت قول الواقع وخلاص، والواقع فيه كفاية، كفاية أنك أنت أنه هو عبد الله، في بعد كده تشريف؟ ما فيش تشريف إلا أننا منسوبين لربنا. عبد الله دي كفاية قوي، كرمنا أن ربنا يكرمنا أننا عباد لله، والتكريم الأعلى أنك عبد لله ومسلم، ده تكريم فوق تكريم، فهمت إزاي؟ والتكريم الأعلى مسلم طائع صالح، بتيجي الجامع وتحب القرآن وتحب النبي وتحب المسلمين، فده تكريم فوق تكريم فوق تكريم. عايز تقولي بعد كده يعني كفاية وتقول فلان جارنا بيصلي معانا، يا سلام، ما فيش أحلى من كده. شوف قد ايه انت بقى قلت الحاجات الحلوه اللي فيه كلها ببساطه كده، لكن ده فلان جارنا اتقى واحد في المنطقه، يجي اول واحد وراجل مفيش بعد كده. طب انت دخلت قلبه تقول اتقى واحد، فهمت ازاي؟ يبقى مبالغه لا داعي لها، لكن تقول الحق مفيش مانع، لانك لو ما قلتش برضه اللي فيه يبقى فخست حقه، ولو قلت ازيد من اللي فيه يبقى كذبت، وانت اللي احنا عايزينك تبخسه حقه ولا تكذب، مش كده برضه؟ لا، ما هو دي بتنقله عن ستنا خديجة. اه طبعا، لان هي ستنا عائشة نفسها ما كانتش اتولدت في الحادثة دي. ما هو بيقول لك حديث بدء الوحي ده حديث من امثلة مرسل الصحابة، مراسيل الصحابة، يعني ايه؟ يعني صحابي يرويه، واخد بالك، بلسانه، لكن لم يكن حضر الواقعة، فيبقى دليل ان هو سمعه من غيره. كويس، سمعه من غيره، اما النبي قالها فهي بتخبر عما قال لها النبي، او كبار الصحابة اخبروها اللي هم كانوا زي ابو بكر الصديق، ابوها ممكن ابوها اللي حكى لها القصة دي، فهمت ازاي؟ مش محتمل، ممكن، وممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في سمر مع زوجاته فحكى لها القصة دي، كيف كان بدء الوحي فحكى لها ان انا كنت اتحنث واعمل وكذا كذا، وبعد كده حكتها، فلا باس به. الوجه 50 فيه دليل على ان اهل الفضل والسؤدد اذا استشاروا امرا في شيء ان يبادر المستشار في عونهم ومشاركته، لان خديجه رضي الله عنها بادرت الى الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم حين استشارها من غير ان تقول له امضي الى فلان. يعني برضه من الادب اما يجي واحد ياخد رايك ويكون حبيبك كده ويتهمك امره وهو يهمه امرك، وياخد رايك في حاجه وقعت عليه وانت قلت له نروح لفلان، انك تروح معاه، مش تقول له لا ده انا هديك عنوان حته روح له بقى انت وخد تاكسي كده وبطمني بالتليفون. لا، الاحلى بقى انك انت تاخده وتروح معاه كمان، تقول له ده انا عارف لك حد هيدلنا على الحاجه اللي عندك دي بالظبط، هيطمنك حاجه انا معاك، تعال اركب معايا في العربيه، تاخده انت كمان توصله، والتقدير. شفت الاداب الحلوه؟ انما الوقت بسبب مشاغل الناس ما بقوش يراعوا مثل هذه الاداب، ده يكتفي يسال عليه بالتليفون ويدي له عنوان الحته اللي يروحها بالتليفون وخلاص، يعني ما يجراش حاجه، لكنها مش كمال ادب. الادب انك انت ايه تاخده من ايده بقى وتروح تهتم وتبين له، وبعدين تقف جنبه، هتوديه المستشفى، هيعمل عمليه، مراته هتولد، مش عارف حاجه، هيدفن حد عزيز عليه، تروح بقى تقف معاه، مش تقول له طيب يعني معلش اصل انا مشغول النهارده كده، انتوا العزاء بتاعكم هيبقى يوم ايه؟ وبعدين انت كمان فاضي، ما يلقش. طب افرض معلش انت في عذر ومشغوليه، معلش معذور، لكن لما تبقى كمان فاضي وقاعد في البيت وبعدين يجي يتصل بيك تقول له اصل انا في الشغل وهاجي لكم بالليل في العزاء وانت اصلا في البيت، يعني عيب، عيب يا راجل يا مسلم، لان المسلم مش كذاب، وبعدين دي حركه نداله، والمصري مش ندل، المصريين هم حيوية وعدل وهمة، مش
كده بيقولوا ايه؟ بيقولوا حيويه ولا بيقولوا وعزم كمان وهمه. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مصريين. فالمهم نتحقق بالحكايه، ما تبقاش هتافات يعني، ما تبقاش هي مساله هتافات، تبقى فعلا تقف مع جارك وعندك عزم وعندك همه معاه، ويحس كده ان البني ادم مش غريب في وسط الناس، ان الناس كلها بتونسه. ده احنا ناس عشان بنونس بعض، لانه ناس من نوس، ونوس يعني ايه؟ يعني ونس، يعني جاي من الونس. يعني احنا مش ناس الا لاننا بنونس بعض. ما فيش ونس ما بقيناش ناس، بقينا وحوش بقى. بقينا كاننا وحوش في البريه. فيبقى لازم كده نبقى واقفين جنب بعض. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من حقوق المسلم ايه؟ انك انت تسلم عليه اذا لقيته، وترد تحيته، وتشمته اذا عطس، وتمشي في جنازته، وتعوده اذا مرض، وتقرضه اذا اقترض منك. يعني تحسسه انك انت معاه كل الاحوال. ادي حقوق المسلم على المسلم، مش كده برضه؟ كل الحاجات دي كلها بتدور حول ايه؟ حول حسن العشره. الوجه 51 فيه دليل على ان المرء اذا عرضت له حاجه عند اهل الفضل فالسنة فيه أن يقدم إليه من يدل عليهم إن وجد ذلك. من يدل عليهم يعني ليه دلال عليهم، ليه دلال عليهم. يعني لو أنت مثلا ليك مصلحة عند فلان، وعارف إن فلان ده، فلان صديقك ده صديقه برضه ويعرفه، يقعد معاه وبيحبه، يبقى الأحسن إنك أنت لما تيجي تروح تقابل ده تاخد معاه حبيبه ده، عشان أما يقدمك يسهل لك الموضوع شوية. فهو ده اللي حصل، ان ستنا خديجه ورقه بن نوفل ده ابن عمها. فلما راح له النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ايه؟ راحت معاه عشان تقدم له النبي، لان هي ليها دلال عليه، دلال القرابه، مش كده برضه؟ فقدمت له النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين توددت اليه وقالت له ابن اخيك كمان، ابن اخوك. شوف قد ايه التودد علشان يهتم. يبقى انت لما تروح تقضي حاجه اخيك المسلم علشان انت ليك دلال عند اهل المسؤوليه والمسؤولين الكبار والحاجات دي، بقى من محض الدين. يعني عضو مجلس الشعب ده لما بيروح يقضي ايه حاجات اهل الدايره، ينوي انها تكون لله خالصه، مش علشان ينتخبوه في الدوره اللي جايه. يعني ينتخبوه او ما ينتخبوش دي مساله تحصيل حاصل، لكن هو يقضي حاجه الناس، لانه من قضى حاجه اخيه قضى الله حاجته. انت ازاي؟ والانسان لما يسعى في حاجة أخيه المسلم دي من العبادات العظيمة التي توجب الدخول الجنة، وأفضل حتى من الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الحاجات دي عبادات جميلة عظيمة. وعشان كده يقول لك إيه؟ فيه دليل على أن المرء إذا عرضت له حاجة عند أهل الفضل فالسنة فيه أن يقدم إليه من يدل عليه إن وجد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمضي وحده لورقة، وإنما مضى مع خديجة رضي الله عنها التي هي من قرابة ورقة. الوجه 52 فيه دليل على أنه ينبغي لمن كان صغيرا بين أهل الفضل أن يتحرز في كلامه بينهم، ويعطي لكل واحد منهم مرتبته ومنزلته. لأن خديجة رضي الله عنها قالت لورقة اسمع من ابن أخيك، تحرزا منها على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يخل بمنصبه. لأن العرب تقول لمن فوقها أب، ولمن هو مثلها أخ، ولمن هو دينها ابن، فاستعملت هي ابن الأخ، ما قالتش ابنك. ما هو من حيث السن فارق السن، كانت ممكن تقول له ابنك محمد جاي يسألك، مش كده برضه؟ بس الأب تملي أفضل من الابن، فهي عايزة تحافظ على منزلة النبي ومقامه، وفي نفس الوقت عايزة تدي لسيدنا ورقة مقام مشيخ، راجل شيخ كبير. فتقوم عايزه تدي لكل ذي حق حق، فقالت له ابن اخيك. شفت الجمال؟ ابن علشان تبين ايه فارق السن، واخيك علشان تحفظ مرتبه النبي ما يبقاش ابنه هو، لانه تملي الاب اعلى من ايه؟ من غيره. والاب يكون اعلى من ابنه في المنزله والمرتبه، فما رضتش تقول له ابنك، قالت له ابن اخيك. شفت بقى العرب ازاي بتراعي مثل هذه الاشياء في كلامها؟ عشان تعرف بس حكمة ستنا خديجة، وكان ازاي تعرف مقام النبي في كل احواله صلى الله عليه وسلم. عشان كده لم يحب امرأة مثل محبته لسيدتنا خديجة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج بعدها يعني شوف 10 زوجات صلى الله عليه وسلم، لانه هو عقد على 11 زوجة، يعني امهات المؤمنين 11، ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم.
لم يحب امرأة مثله صلى الله عليه وسلم، وكان يراعي أحوال ستنا خديجة، حتى إنه كان يود أصدقاء خديجة بعد وفاة خديجة بسنوات طويلة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لما يذبح ذبيحة يودي لجارته من الذبيحة دي ويقول لستنا عائشة أعطي فلانة، فإنها كانت تأتينا أيام خديجة، يعني مراعاة شوف للعشرة القديمة إنها صديقة زوجته كان يودها صلى الله عليه وآله وسلم ويبش له. حتى إن ستنا عائشة لم ترى ستنا خديجة أصلا وغارت منه، من كثر ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب سيرتها غارت منها وهي لم ترها. وبعدين لما كثر كلام النبي على ستنا خديجة قدام ستنا عائشة، فستنا عائشة قالت والله أبدلك الله خيرا منها، فقام الرسول رد عليه عشان يحفظ غيبة ستنا خديجة، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها قط، لقد واستني حين يعني حاربني الناس وعداني الناس وصدقتني حين كذبني الناس، مش كده برضه؟ ورزقني الله منها الولد. شفت عدت بقى منها. فستنا عائشة قالت والله لا أذكرها أبدا ما حييت بعد كده، حرمت، مش مثلا لا اسكتي هي قالت الأدب إزاي تعملي كده، ببساطة أدبها ببساطة بحلاوة، هي نفسها خلاص عرفت حرمت تعمل كده تاني، وفي نفس الوقت بدون ما يجرحها صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طبيب للقلوب، يداوي القلوب بالرحمة وبالشفقة. فاستعملت هي ابن الأخ لأنه أعز للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لو قالت ابن لكان يقتضي ترفيع المسمى بالأب على المسمى بالابن، لأن البنوة أخفض رتبة من منصب الأبوة، ولو قالت أخ فقط لم يكن ذلك حقا، لأن الأخوة تقتضي المماثلة في السن على عادة العرب، فأعطت كل ذي حق حقه وتحرزت في لفظها، لأن العرب كانت عادتهم في الخطاب لمن يكرم عليهم وهو صغير في السن ينادونه يا ابن الأخ، لأن العم ليس له حق على ابن أخيه مثل ابنه. الوجه 53 فيه دليل على التقدم في الكلام عن أهل الفضل نيابة عنه وترفيعا لهم، لأن خديجة رضي الله عنها بدرت بالكلام لورقة قبل النبي صلى الله عليه وسلم خدمة له وتكريما. يعني لما تبقى واخد معاك واحد له حاجة وانت ليك دلال على اللي رايح له تقدم، انت تبتدي انت الكلام وتقدم له المسألة، وتترك بقى صاحب الشأن هو اللي يوصف حالته مش توصف انت حالته. يعني ساعات يجي لنا والله مرضى يبقى جاي مع مريض ويمكن صديقه حتى، يدخل المريض الاقي المريض ساكت وصاحبه قاعد يقول اصل هو دماغه بتوجعه وبقى له 3 ايام رجله ورمه، طب ما هو يتكلم يا ابني، انت الحمد لله قدمته له، هو ده اللي جايبه ليه؟ لان اللي جايبه مثلا كنت عالجته من زمان اعرفه، طيب عرفته بيا خلاص بقى سيبه بقى هو ينطق. شوف ستنا خديجة عملت ايه، جت عرفته بالنبي وعرفت ورقة وقالت له ايه، واخد بالك ازاي، سابت الرسول يحكي له هو اللي يتكلم عن نفسه، علشان لما الواحد لما يتكلم عن نفسه هو ادرى بنفسه، لما تيجي انت تتكلم عنه ممكن تعبر باشياء هو مش عايز يقولها او على غير الواقع او كما لا يشعر. كل دي شوف دي كل دي الادب مندسه في حديث الناس كتير بتقراه. شفت بقى سيدنا أبي جمرة من الناس اللي ربنا فتح عليهم فتح كبير، هو حديث بدء الوحي ده الناس كتير قارت فيه كتير، حد عرف يطلع منه المعلومات الكبيرة دي كلها؟ ده دليل ان ربنا يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فجزاه الله عنا خير. فيه الدليل على التقدم في الكلام عن أهل الفضل نيابة عنه وترفيعا لهم، لأن خديجة رضي الله عنها بدرت بالكلام لورقة قبل النبي خدمة له وتكريما. الوجه 54 فيه دليل على أن الواقع إذا وقع لامرئ فهو أولى أن يحدث به للعالم من غيره، لأن خديجة رضي الله عنها قالت لورقة اسمع من ابن أخيك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حدثها بالواقع فلم تحدث به وأحالت على صاحب القضية. يبقى صاحب القضية هو اللي يتكلم عنها، فهم؟ أنت تقدمه بس. الوجه 55 قول ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس عند العرب هو جاسوس الخير أي صاحب سر الخير، والجاسوس بضده أي صاحب سر الشر. يبقى في ناموس وفي جاسوس،
الجاسوس والناموس الاثنين حاجه واحده، اللي هو ما ياتي بالسر، فان كان خيرا يسموه ناموس واذا كان شرا يسموه جاسوس. يبقى صاحب سر الشر يسموه جاسوس، وصاحب سر الخير يسموه ناموس. دي في لغه العرب. واللي بيتاجر في الحيوانات يسموه بتاع الجاموس. يبقى في ناموس وجاسوس وجاموس. لغة جميلة والله لغة العرب، ليه الأوزان بتاعتها كلها تجيبها. وفي هذا دليل للوجه الذي قدمناه، وهو الحكم بالعادة التي أجراها الله عز وجل لعباده وأن يحلف عليه. يعني سيدنا ورقة لما سمع الخبر حكم بالعادة المستقرة مع الأنبياء السابقين، يبقى برضه حكم بالعادة المستقرة، زي ما سيدتنا خديجة حكمت بالعادة المستقرة، قالت والله لا يخزيك الله أبدا لأنك طبعت على الخير، يبقى سيدنا ورقة برضه حكم بالعادة المستقرة مع الأنبياء السابقين أنه كان يأتيهم الوحي على هذه الهيئة. وهو الحكم بالعادة التي أجراها الله عز وجل لعباده وأن يحلف عليها، لأن ورقة ما أخبر بأن الآتي هو الملك لما أن ذكرت له الصفات والعلامات إلا لما أن ذكرت له الصفات والعلامات إلا لما يعهد من عادة الله عز وجل ألا يرسله إلا للنبيين والمرسلين. يعني عادة الله ما يرسلش ملك ويتكلم إلا للأنبياء والمرسلين، فالعادة كده، فحكم بالعادة إن طالما كده وده وقت من حيث القراءة في الكتب السابقة وقت ظهور بعثة نبي، وأن هذا النبي هيبعث في هذه الأرض المكرمة، وأن هذا النبي هيكون من العرب ومن ولد إسماعيل، فكل البوادر دي كلها تقول آه يبقى ده فعلا الوحي اللي هينزل على نبي هذه الأمة. الوجه 56 فيه دليل على أن الإنسان يتمنى الخير لنفسه، لأن ورقة تمنى أن يكون جذعا في زمان إرسال النبي صلى الله عليه وسلم فينصره، والجذع عند العرب هو الشاب، وقد اختلف العلماء في إيمان ورقة. يعني ممكن الواحد يتمنى الخير يقول يا ريتني كنت قوي في الحرب دي، كنت رحت جاهدت ووريت الأعداء دول هيعملوا في جنايه، واخد بالك، يتمنى الخير مفيش مانع. سيدنا ورقة لأنه كان راجل كبير طاعن في السن، كان قرب 90 ساعتها، حتى أنه بعد الحادثة دي بقليل كده لم ينشب ورقة إلا وأن توفي مات، كان يعني في آخر عمره، لكن تمنى ان يبقى شاب ايه وقت ظهور بعثة النبي عشان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في ايمان ورقة، يعني هل ورقة يعتبر صحابي ولا لا؟ لان مات قبل ما ربنا ينزل وانذر عشيرتك الاقربين، وقبل ما يقول للناس امنوا برسالتي وبنبوتي، فهل يبقى ورقة من الصحابة لأنه التقى بالنبي وآمن به وصدقه، ولا لم يكن من الصحابة علشان كده ويبقى إيمانه يعني إيمان ده ناجي ولا لأ؟ وقد اختلف العلماء في إيمان ورقة، فمن قائل يقول لم يحصل له الإيمان بعد لأنه لم يبلغ عمره زمن الرسالة، ومن قائل يقول قد حصل له الإيمان وهو الأظهر، وده الراجح، وهو الأظهر لأنه تمنى أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة النصرة أن يكون على طريقته، وقد حصل له الإقرار بالرسالة حيث قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، فأقر أن الله عز وجل موجود وأنه هو الذي يرسل جبريل عليه السلام إلى أنبيائه عليهم السلام، وهذا هو الذي يمكنه في ذلك الوقت لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن أرسل بعد. يعني هو آمن بالإيمان المطلوب في هذه اللحظة، آمن أن ده نبي وأن هناك إله موجود وأنه يوحي إلى بعض أنبيائه وأن الذي جاء للنبي وحي، وتمنى لو كان شابا أن ينصره، عايز منه يبعد ده كله، عايز منه يبعد ده كله عشان تقول أنه مؤمن، طب معامل كل حاجة. الوجه 57 فيه دليل على أن العالم بالشيء يعرف مآله على جري العادة برضه، فله أن يحكم بالمآل إذا رأى المبادئ، يبقى برضه حكم بالعادة، لأن العادة أن الأنبياء لما يأتوا بنبوتهم لقومهم أن قومهم بيكذبوهم وبيعادوهم ويحاربوهم، لدرجة أن ساعات يخرجوهم من إيه؟ من البلدة. مش برضو عملوا كده في سيدنا لوط؟ لنخرجنك من أرضنا، وقالوا لسيدنا شعيب كده لنخرجنك من أرضنا ولا تعودن في ملتنا، كلهم قالوا كده. وسيدنا إبراهيم نفسه
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وهاجر وسابهم. يبقى عادة الأنبياء عموما إنهم يعادوا ويهاجروا ويتركوا الأرض التي كذبوا فيه، فدي العادة دي. فبرضه سيدنا ورقة حكم بالعادة المستقرة، قال له إيه وإنهم ليخرجوك، قال لهم هيخرجوك قبل ما يحدث، ليه؟ بناء على العادة المستقرة مع الأنبياء السابقين. فله أن يحكم بالمآل إذا رأى المبادئ، لأن ورقة لما أن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه علم أنه لابد له من أن يخرج، فبصدق المبادئ علم حقيقة التناهي، لأن تلك عادة أجراها الله عز وجل لم تختلف في أحد من رسله على ما ذكر. وفي هذا دليل لما قدمناه من الحكم بالعادة على الشرط الذي ذكرناه. الوجه 58 والأخير اليوم، قوله عليه السلام أو مخرجيهم، النبي استعجب. يعني عادة العادة المفروض اللي بالعقل كده، انك انت لما تجيب حاجة فيها خير كبير اول ناس تفرح لك قرايبك وحبايبك، مش كده برضه؟ دي العادة دي، هو النبي كان متصور كده. وبعدين الناس كلها كانوا بتحب النبي قبل ان يقول لهم انه رسول، كانوا يقولوا عليه الصادق الامين ويحكمونه في امورهم، وكانوا يبجلونه ويقدمونه في المحافل كلها، وكانوا يأخذوا رأيه وينزلوا على رأيه، وكانوا يعني يحبوه محبة شديدة. فالنبي تصور انه لما يجي لهم بالوحي بقى يكون اول الناس تنصره هم دول بقى قرايبه اللي بيحبوه، عشان كده تعجب يقول اهو مخرجيهم، معقول ده بيقولوا عليا كذا وبيحبوني والصادق الامين و فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اهو مخرجيهم، تعجبا منه عليه السلام لكونه من اشرفهم وافضلهم، وهم يحترمونه ويعترفون له بالفضل والسؤدد، حتى ان اسمه عندهم كان الصادق الامين. ثم مع ذلك اذا جاءهم بالحق والنور يخرجونه، فوقع منه عليه السلام التعجب على ما يقتضيه العقل والنظر والقياس، وهو ان من كان رفيعا واتى بزياده في ترفيعه يزاد في الترفيع والحرمه، ولم يكن عليه السلام ليعلم العادة المستمرة، وهو أن كل من أتى للنفوس بغير ما تحب وما تألف، وإن كان ممن تحب وتعتقد تعافه وتطرده. وقد قال عز وجل حكاية عنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على الوجه 59 غدا أو 50 غدا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون.